تقدم ملحوظ لقوات الجيش داخل الأحياء الشرقية لمدينة الحديدة في ظل مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي التي تتراجع وسط خسائر كبيرة تلحق بصفوفها. التقارير العسكرية الميدانية تشير إلى اقتحام اللواء الثاني عمالقة لحي الربصة والسيطرة على مدرسة النجاح التي كان الحوثي يتخذ منها ثكنة عسكرية. وبحسب المركز الإعلامي لألوية العمالقة فإن معارك عنيفة دارت في حي 7 يوليو والأحياء المجاورة بالتزامن مع عمليات عسكرية أخرى جنوب المدينة أدت إلى تضييق الخناق على الميليشيا الإنقلابية. مصادر متعددة أكدت تحول مسار المواجهات إلى حرب شوارع، ووفق رويترز فإن الشوارع المحيطة بمستشفى الثورة تشهد مواجهات دامية تستخدم فيها القذائف والمدافع. الاشتباكات المندلعة داخل الشوارع أدت إلى سقوط العديد من المدنيين، وأفادت مصادر طبية لرويترز بأن أغلب العاملين بمستشفى الثورة فروا منه بعد تعزيز الحوثي لمسلحيه قرب المستشفى. كان الجيش قد أطلق في الثاني من نوفمبر الجاري عملية عسكرية جديدة لتحرير الحديدة ومينائها وسط اعتراضات دولية واسعة، وهو ما دفع التحالف للتأكيد على أن السيطرة على الحديدة تأتي في سياق إجبار الحوثي على الجلوس لمائدة المفاوضات السياسية.